احتفلنا اليوم العالمي للصحة النفسية. زارنا عدد كبير من أخصائيين الصحة النفسية، تناقشنا في موضوع قد إيش الصحة النفسية مهم في تقدم المرأة، سواء عمليا أو في الحياة الاجتماعية، قد إيش الصحة النفسية مهمة في جميع النواحي. الندوة جاءت تزامنا طبعا مع يوم الصحة النفسية العالمي، وهذا اليوم هو قديش الإنسان لازم في هذا المجال سواء كان سيكاتريك أو أخصائي نفسي يقدم رسالة مهمة للمجتمع، يفهمهم دور السيكولوجي، يفهمهم دور الحياة النفسية، يفهمهم هذه الأدوار بمعنى مبسط شوية، لأنه زي ما احنا عارفين كثير من الأمراض العضوية أسبابها تكون نفسية وأسبابها تكون متعلقة في النفسية. فكانت ندوة جدا جميلة، التقيت فيها عدد كثير من البنوتات والنساء عشان نتكلم في رفع معنوياتهم ورفع طاقتهم، بالذات إنه كل واحدة بتشتغل في مجال معين، في منهم بيشتغل في مجال فيه صعوبات، في منهم بيشتغل في مجال يحتاج إدارة، فكانت زي ما تقولي كده حاجة إيجابية جميلة عشان الكل يطلع منها ويحس ببوزيتيف سايد وجانب إيجابي يبدأ في أيامه الجاية إن شاء الله بإذن الله. فعلنا اليوم العالمي للصحة النفسية، وقدمت إنه كيف إنه الصحة النفسية تكون أساساً مهمة، وكيف تكون أحياناً موازية للصحة العضوية، وكيف إنه الأمراض النفسية ممكن تكون تجي من بداية من التفكير الخاطئ. فتكلمت اليوم في اللقاء عن أنواع التفكير الخاطئ، اللي هو التفكير التضخمي، التفكير الحدي، التفكير الإسقاط، التفكير التنبؤ بالمستقبل، قراءة أفكار الناس، هذه كلها من أبواب التفكير الخاطئ اللي تفتح مجالات للسلبية أساساً في الحياة. انتبهوا لأنواع التفكير السلبي اللي أنتوا تفتحوا، التفكير السلبي الصامت اللي دائما حتى ما عندك الشخص المناسب اللي تتكلمي معاه، نتكلم بالشخص المناسب، مو هو أقرب شخص لك أبدا، نتكلم بالشخص المناسب، الشخص المختص اللي يقدر يساعدك إنه أنت تحل المشكلة. ممكن تتقرب تتكلم الأقرب شخص لها ومن باب حب ينصحها نصيحة غير مناسبة تدمر لها حياتها أو تفتح لها باب هي مي حابته. أنا كأخصائية أو كأي شخص عادي يحضر ندوات زي كده تساعد إنه الواحد يشوف جوانب في نفسه ما كان يعرفها، يطور فيها، عنده جوانب قوة ما كان يعرفها حيرفعها ويطور فيها، عنده جوانب الضعف اللي برضه ما كان يعرفها حيحاول إنه هو يغيرها للأحسن.